فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة ما يشاع عند العامة أن صور الميت أنها تعذبه في قبره؟ ما ورد هذا، لكن إذا رضي أنه يصور وتبقى صورته ترفع يأثم بهذا، لأنه أقر المنكر. يعني أقر هذا، إذا أقر هذا تعليق صورته والاحتفاظ بها للذكريات يأثم بهذا، لأنه أقر المنكر حيا كان أو ميتا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.